ولمعرفة التطورات أكثر من هناك ينضم إلينا مراسل أخبار الآن وسام يوسف عبر الهاتف من الموصل. وسام أهلا بك معنا. إذا وسام معنا من أربيل. وسام أهلا بك. إذا مرحلة جديدة ومفصلية حاسمة بحسب مراقبين تبدأها القوات الأمنية العراقية في الجانب الشمالي الغربي من الموصل، أين وصلت المعارك منذ الصباح وحتى اللحظة منذ انطلاقها؟ نعم، صباح هذا اليوم مفجرا انطلقت المرحلة الثالثة أو المرحلة الأخيرة كما أطلقت عليها القوات العراقية المشتركة من عملية تحرير الجزء الغربي أو ما تبقى من أحياء الجزء الغربي من مدينة الموصل. العمليات التي انطلقت فجر اليوم كانت تتركز على منطقتين اللي هي منطقة الهرمات ومنطقة المشيرقة. القوات العراقية وصلت إلى مشارف هذه الأحياء. منطقة الهرمات تمكنت القوات العراقية من تحرير قرية دجلة ووصلت إلى مشارف الحي. منطقة مشيرفة أيضا حررت القوات العراقية التي متمثلة بقطعات الفرقة التاسعة والفرقة الخامسة عشر معها، حررت معمل الغاز، حررت جزء من مشروع ماء الساحل الأيمن، وأيضا هي على مشارف أو بداية منطقة المشيرفة. هذه المنطقة التي ينتمي إليها الكثير من قادة داعش من هذا الحي تحديدا، أبرزهم رضوان حمدون الوالي السابق لمدينة الموصل ينتمي إلى هذا الحي. فيما يخص منطقة الهرمات أيضا التي انطلق الهجوم فجر هذا اليوم ووصلت القوات العراقية إلى مشارفها، قوات متمثلة بقوات الرد السريع والشرطة الاتحادية، من المؤمل أن تستكمل عمليات التحرير والدخول إلى هذه الأحياء فجر يوم غد. القوات العراقية تحرك اليوم لم يكن هو بداية المعركة الفعلية. بداية المعركة الفعلية من المنتظر أن تبدأ خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن القوات العراقية عززت مواقعها في هذا المرض. نعم، لدينا من الوقت القليل. إذن وسام، إذن هي القوات القطاعات الأمنية يوم غد ستبدأ بالدخول أكثر إلى هذه المناطق داخل المنطقة الشمالية الغربية. ماذا يعني تحرير المناطق المتواجدة هناك بالنسبة للمعركة، لسير المعركة؟ بالتأكيد هذه الأحياء أو المتبقي من أحياء الجزء الغربي والتي فتحت القوات العراقية مثل ما ذكرت قبل قليل محورا آخر، هذا المحور سيكون مهما جدا لأنها ستصبح القوات العراقية على تماس مع أحياء 17 تموز وحي النجار والصناعة القديمة. هذه الأحياء التي مقاتلو داعش يتحصنون فيها تحصينا جيدا. في حالة تحرير هذه الأحياء سوف يتبقى أمام القطاعات العراقية فقط الموصل القديمة. الخطة كما يبدو التي تتبعه القوات العراقية هي محاصرة الموصل القديمة والمدنيين الذين متواجدين فيها. القوات العراقية كما يبدو قررت تحويل الخطة وتحويل سير المعارك إلى الشمال المنطقة القديمة. نعم وسام، محاصرتها من الجانب الآخر أيضا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. مراسلنا وسام يوسف حدثنا عبر الهاتف من أربيل، وطبعا سنكون معك لمعرفة آخر التطورات الميدانية في الموصل.